احنا كنا في واحد اللقاء تواصلي مع شركة التنمية المحلية اللي كنا مبرمجين فيه واحد مجموعة النقاط اللي غنذكروا عليهم على مستوى ديال أكادير، لأنه هذا الشيء هذا اللقاء جاء بطلب من مجموعة ديال المستشارين اللي عندنا في المجلس البلدي سواء كانوا في الأغلبية والمعارضة، وتم برمجة واحد مجموعة اللقاءات. الأول فيهم هو هذا اللي كان هذا المساء اللي دام تقريبا واحد 3 أسابيع دوزنا منه واحد الفقرة، ولكن تأجلوا نقاط أخرين لأنه كان إكراد الوقت وواحد العدد الإخوان تصابوا بالعياء لأنه كانوا في اجتماعات أخرين. اليوم تناولنا المحور ديال طريق شرق غرب والمشاريع اللي غتكون فيه والحلة الجديدة اللي غيكون فيها، وهذا الطريق هذا حظى بواحد المجموعة ديال التدخلات ديال الإخوان المستشارين اللي تسألوا على واحد المجموعة ديال النقاط اللي كتهمهم واللي كتهم الساكنة، وتم الجواب عليها من طرف السيد مدير الشركة وكذلك المهندس المكلف. كذلك كان النقاش على مستوى الامتداد ديال هذا الشارع اللي كيمتد من الدخله ديال حي ادرار مرورا بحي تليله وجاي على الحي الجامعي والهدى الى اخره وحي السلام. هذه كلها مقاطع تناولها العرض ديال السي بن الشافعي المهندس المشرف، وكذلك المقطع ديال شارع محمد الخامس اللي حتى هو كانت عليه واحد مجموعه الملاحظات. ولهذا هذا النقاش كان مفيد ومفيد جدا، استفدوا منه مجموعه ديال المستشارين اللي طرحوا اسئله اللي كانت وجيهه جدا وتلقوا أجوبة واللي كانت شافية وكانت تدقيق نقطة بنقطة، وكانت تساؤلات كتشمل حتى النقاط الحساسة والأساسية والصغرى منها. اليوم في هذا اللقاء اللي احنا طالبنا بإجراءه في عدة دورات وهو المتعلق بشركة التنمية المحلية، لأنه بغينا نعرفوا شي اخبار على هذه الشركة وكيفاش كتسير المشاريع واش كاينه شي مراقبة لهاد تتبع هذه المشاريع المنجزة، خاصة أنه ما كنتوصلوا حتى بشي وثيقة حول المسار أو البروسيدير اللي كدار من أجل إنجاز هاد المشاريع. وبالفعل اليوم كانوا حاضرين بعض التقنيين والمسؤول عن هاد الشركة لإعطاء توضيحات. كان في البرنامج اليوم هو لوباغو إيست ويست، وكذلك المشاريع المتعلقة بتيكيوين والحدائق بمدينة أكادير. الآن يلا دوزنا المحور الأول المتعلق بالبارو إيست ويست. في الحقيقة في الصور اللي شفنا هو أنه غيكون شارع جميل جدا اللي غادي يعطي واحد التمييز لمدينة أكادير سياحيا، واللي غتكون عنده واحد الدور مهم في إشعاع المدينة ديال مدينة أكادير. هاد لوباغ إيست ويست هو اللي كيدوز من قدام محكمة استئناف وكيمشي حتى للمدخل ديال مدينة مراكش مرورا بلا ميدسين وبإنيفيرسيا بوليس. هذاك الشارع كله هو لوباغ إيست ويست. في الحقيقة هذاك الشارع هو فيه مساحة كبيرة، والإخوة المهندسين والتقنيين يعني كان عندهم فين أنهم يعطيو كاع الامكانيات اللي ممكن تكون تنمى، والمرافق الاجتماعيه والصحيه والرياديه اللي غتكون على طول هاد الشارع هذا. كيف ما احنا عطينا بعض الملاحظات وقلنا بانه نتمنوا انه ما يكونش على حساب الطريق ديال السيارات باش ما يشكلش ازدحام، كيف ما شاهدنا في بعض المشاريع الاخرى خاصه بشارع الحسن الثاني، حي الداخله، الهدى، للاسف اللي الشوارع كانت كبيره وتقزمات، والشيء اللي خلق واحد الاكتضاض ديال السيارات وكذلك ممرات الراجلين. هذا اللقاء فعلا كيجي بعد سنه من النداءات والمطالبات بعقده، لانه ملي كنطلبوا بهذا اللقاء انطلاقا وبخلفيه ان شركه التنميه المحليه وكل الشركات اللي كتدبر البرنامج التنميه الحضريه لاكادير يجب ان تكون تحت يعني رقابه الساكنه من خلال طبعا يعني الممثلين ديالهم الى اخره. يعني كانت فرصه اننا طرحنا واحد المجموعه من الاسئله اللي كتعلق بتدبير هذه الشركه، اللي كتعلق بالواقع ديال هذه المنجزات اللي دارت، هذه المشاريع اللي دارت على المواطنين،
بماذا يعني الانضباط هذه الشركة هذه لإدارة الشركة للمقتضيات القانونية المنظمة لتأسيسها أساسا، لا سيما الجانب المتعلق بالحكامة، لا سيما يعني ملي كنقول الأتمتة المرجعية ديال المجموعة من المشاريع اللي دارت بمقارنتها بمقارنتها مع مشاريع مماثلة أنجزت وبتكلفة أقل. يعني الأشغال يعني قطعت واحد الأصوات كبيرة، لا وكاين مشاريع كملت وفق الإفادة ديال مدير الشركة. إذا هذه فرصة لتقييم لتقييم الأداء ديال هذه الشركة هذه بالمقارنة مع المؤسسات السابقة. كذلك أن القانون المنظم لهذه الشركة هذه يلزمها بخصوص المشاريع اللي كتعادل أو تتجاوز 5 مليون ديال الدرهم أنها يجدر لها افتحاص، وافتحاص يعني راه ماشي رغبة ذاتية ديال المشريع إلى آخره، وإنما تقتضيه الضرورة. لأن ملي كنقولوا تنمية المدينة لا يمكن أن تكون بمعزل عن استشعار يعني وملامسة الساكنة لأوجه الحكامة ومقوماتها، ولكي تكون هذه الساكنة مطمئنة على حسن صرف المال العام في هذه المشاريع.